شهدت بلدة القاسمية في جنوب لبنان احتفالا بمناسبة الذكرى الخامسة لبناء الجسور التي نفذتها وحدة الهندسة الروسية في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006. وقد جرى الاحتفال برعاية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وحضور السفير الروسي في بيروت ألكسندر زايسبيكين وعدد من الفعاليات والشخصيات. 5 سنوات مرت على العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز عام 2006، ومن أهم المواقع التي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي في حينها هي الجسور. ما استدعى لبنان الطلب من الدول الكبرى الإسهام في إعادة ترميم ما دمر من الجسور، ومن تلك المساهمات ما قامت به البعثة الهندسية الروسية من تركيب وإعادة ترميم 9 جسور في جنوب البلاد. اليوم وبعد نصف عقد من الزمن كرم اللبنانيون البعثة الدبلوماسية الروسية العاملة في لبنان وفي مقدمتها السفير الروسي ألكسندر زايسبيكين من خلال حفل أقيم بالقرب من جسر القاسمية في الجنوب. إننا نرى أن إعادة بناء الجسور لا تتسم بأهمية عملية فقط، ولكنها ذات معنى معنوي وإخلاقي عميق، وروسيا مستعدة دائما لمد جسور الصداقة والود، تسعى لتمكين التفاعل والتعاون المتبادل في سائر المجالات باسم رخاء وازدهار كلا البلدين. حفل أقيم برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ممثلا بالنائب علي خريس وبحضور عدد من فعاليات منطقة الجنوب. روسيا التي تقف موقفا رائعا اليوم متحدية العالم وغطرست الولايات المتحدة الأمريكية من خلال موقف أمريكا، وللأسف الشديد موقف أوروبا أيضا، والموقف الصامت الساكت للأنظمة العربية لما يجري اليوم على مستوى منطقتنا وبالتحديد ما يجري اليوم في سوريا. وللمناسبة أزيح الستار عن لوحة جدارية نقشت عليها أسماء الجسور التي رممتها البعثة الهندسية الروسية، وذلك بالقرب من جسر القاسمية. جسر القاسمية الذي كان من أوائل الجسور التي استهدفت نظرا لأهميته الاستراتيجية. عاد هذا الجسر إلى ما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في تموز عام 2006. هو جسر حديدي من هندسة روسية متقنة، على هذه الهندسة تحميه هذه المرة من أي اعتداءات مستقبلية محتملة. أحمد شلحروس اليوم من على جسر القاسمية في جنوب لبنان.